استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام اليوم رؤساء وأعضاء الجمعيات الصحفية الخليجية. جاء ذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين للمشاركة في الملتقى الخليجي للجمعيات الصحفية الذي يقام خلال الفترة من 27 وحتى 28 من مارس 2022. وخلال اللقاء رحب سعادة وزير الإعلام برؤساء وأعضاء الجمعيات الصحفية الخليجية وأشاد بجهودهم وإسهاماتهم في دعم وتطوير العمل الخليجي الصحفي، مؤكدا بأن مشاركتهم في الملتقى الخليجي للجمعيات الصحفية سيسهم في ترسيخ وتعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي بين الجمعيات الصحفية وتطوير آليات العمل المشترك، بما يساهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين دول وشعوب مجلس التعاون.